احيت فرقه الانفوش للموسيقى العربيه حفلا فنيا متنوعا على المسرح الروماني في مدينه العالمين الجديده ضمن فعاليات مهرجان العالمين الجديده حضر الحفل عددا من الشخصيات البارزه بينهم وزير الشباب والرياضه والرئيس التنفيذي للشركه المتحده للخدمات الاعلاميه وكذلك مستشار وزير التعليم العالي وسط أجواء ليلية مبهجة قدمت فرقة الأنفوش للموسيقى العربية حفلاً فنياً متنوعاً على المسرح الروماني بالمدينة التراثية بالعالمين الجديدة بحضور وزير الشباب والرياضة والرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومستشار وزير التعليم العالي وذلك ضمن فعاليات مهرجان العالمين الجديدة وسط حضور جماهيري فالأجواء كانت جميلة جداً وانبسطنا قوي بجد جد يعني كت... طلعت كميه طاقه سلبيه جوانا الحفلة كانت حلوة جدا وصوتهم حلو جدا والاغاني كلها حلوة بجد البنات والولاد غنوا كتير قوي بجد كل الاغاني حلوة. فرقة الانفوش قدمت عددا من اغاني وموسيقى الزمن الجميل بمشاركة مجموعة من الشباب من طلاب الجامعات والموهوبين الموسيقيين والتي لاقت ترحيبا وتفاعلا كبيرا من الحضور الذي جاء من محافظات مختلفة للمشاركة في فعاليات مهرجان العالمين الجديدة. العالمين يعني نشاتي مجروحه فيها انا طالب في جامعه العالمين بس العالمين بلد جميله والانشاءات اللي باينه فيها باينه للكل يعني مش مش محتاجين راي انا يعني الحفله تحفه والمهرجان تحفه وجامعه العالمين توب التوب بجد يعني الجو جميل واصواتهم تحفه والفرقه جميله جدا الحفل الفني لفرقه الانفوش ياتي ضمن برنامج فني ثقافي اعدته وزاره الثقافه بالتعاون مع الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه في اماكن مختلفه وعلى راسها المدينه التراثيه التي صممت على احدث طراز معماري لتليق بزائري ورواد مهرجان العالمين الجديده محمود جميل التلفزيون المصري